دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، اكتبه واحفظه وادعي به لكل موضوع كبير في حياتك. لا اله الا انت الحليم الكريم، لا اله الا انت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيم من كل بر. والسلام من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين وبعديها تدعي باللي نفسك فيه إن شاء الله ربنا يستجيب دعائك